لا بعمل هناك دفتر. هلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم الجمهور الكريم، زملائي الفنانين المسرحيين، انا اطمنكم بانه الحمد لله رب العالمين في صحه جيده، ومحمد المهدي بصحه جيده، والاخت كريمه محمد عمر بصحه جيده، وتعرضنا لحادث وده اجر وعافيه طبعا، الحمد لله رب العالمين. الناس ما تخوف يعني، الحمد لله الدم ده ما 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 ما, ما يخوفكم، ده الدم الزايد طبعا عشان ما يقولوا دمه ثقيل، قلت اخفف الدم شويه عشان اواصل في مسيرتي الفنيه ان شاء الله، وان احنا طيبين وكل الفنانين اللي بيسالوا مين انا والله كتر خيرهم الحمد لله.